بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. هتبدأ هذه الآيات تتحدث عن جزاء المنافقين، صفات المنافقين، بيان جزاء المنافقين تفصيلا، ثم موقف المؤمنين من بعض صفات المنافقين. تاني كده الآيات اللي معانا في الربع هنا بدأت بيه: بيان جزاء المنافقين إجمالا، ثم تذكر الآيات مجموعة من صفات المنافقين، ثم تختار الآيات صفتين من صفات المنافقين لتحذر المؤمنين منهما تحديدا، ثم بعد ذلك تبدأ الآيات لتفصل الجزاء الذي وعدت به في أول الآيات، ثم بعد ذلك يفتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة لهؤلاء المنافقين، أنهم إذا أرادوا أن يتوبوا مما هم فيه وأن يقبلوا على الله تعالى فباب التوبة مفتوح. يقول الله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إذن هذه الآية تتوعد المنافقين بالعذاب الأليم الذي سيكون في الآخرة، وتستخدم لذلك لفظة بشر، مع أن التبشير لا يكون إلا في الأمور الجيدة. لماذا تستخدم الآيات كلمة بشر؟ ما قلتش مثلا أنذر؟ إحنا عندنا التبشير والإنذار، التبشير يكون للمؤمنين، الإنذار يكون للكافرين. فلماذا قال هنا بشر المنافقين؟ لأمرين. الأمر الأول مجاراة لاستهزاء المنافقين. المنافقين من صفاتهم التي تأتي في الآيات أنهم يستهزئون بالدين وبالرسول وبالمؤمنين، فالله عز وجل يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يبقى ده السبب الأول. السبب الثاني أن الإنذار يكون حيث ينفع الإنذار. يعني أنت لما تقول حذر فلان من كذا، ده أنت إيه؟ ترجو منه أن يستمع لكلامك فيحذر من هذا الأمر السيء. فالله عز وجل كأنه الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المنافقين، وهو يدري أو وهو يعلم سبحانه وتعالى أن هذا الكلام لن يؤثر فيهم، فبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إيه تفاصيل العذاب الأليم دوت؟ هيجي بعد كده بعد ما يخلص صفاتهم يقول لك إيه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى هنا كأن هذه الآية مجملة وهذه الآية الأخرى إيه؟ مفصلة لإجمال هذا الآية. فالعذاب الأليم ما هو؟ أنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. طيب، ثم تسرد الآيات بعد ذلك مجموعة من صفات المنافقين، فيقول الله تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني من صفات المنافقين واحد موالاة الكافرين، موالاة ومناصرة الكافرين على المؤمنين. والموالاة والمناصرة قد تكون بالقلب وقد تكون بالجوارح. فالموالاة بالقلب تمني انتصار الكافرين، الفرح في هزيمة المسلمين، دي مناصرة وموالاة قلبية. الموالاة والمناصرة بالجوارح تكون بالمعاونة الفعلية في السر،
يبقى هو يظهر للمسلمين أنه معهم في السر في العلن، ثم يذهب إلى الكفار فيقول لهم نحن معكم إذا أردتم سلاح أو عدة أو عتاد فنحن نمدكم بما تريدون. يبقى هذه صفات المنافقين، موالاة من؟ موالاة الكافرين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة، يبقى ربنا هنا كأنه بيفضح السبب الذي يدفع المنافقين لكي يسلكوا هذا السلوك. إيه السبب؟ أنهم أذلاء يشعرون بمذلة، فيبتغون العزة عند الكافرين، يعني يطمعون في دنيا الكافرين، يطمعون في دنيا الكافرين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يعني إذا أردتم العزة والمنع والنصرة والدنيا والخير الموجود عند الكافرين، فاذهبوا إلى من خلق هذا كله وهو الله سبحانه وتعالى، وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واتركوا ما أنتم عليه من نفاق. أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب، الخطاب هنا موجه لمن؟ موجه للمؤمنين. وقد نزل عليكم أيها المؤمنون في الكتاب الذي هو القرآن أن إذا سمعتم من المنافقين آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. إذن من صفات المنافقين رقم 2 إيه؟ الاستهزاء بآيات الله، الاستهزاء بآيات الله. الآيات مهتمة به مش أمور المنافقين، ولكن الآيات تهتم بما يجب على المسلم أن يفعله إذا سمع المنافقين يستهزئون. فالمنافقين دول خلاص عرفناهم. أنت كمسلم ما موقفك؟ إنك لا تقعد معهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا طول ما هم بيستهزئوا بالدين موقفكم هو المقاطعة، تقعدوش معهم. عادوا عن الاستهزاء بالدين وعادوا إلى الحديث العادية حتى وإن كانت أحاديث دنيوية التي لا حرمة فيها، فخلاص الأمر إيه؟ يعني يمكنكم أن تجلسوا معهم في هذه الحال. طب ليه ما يقطعهمش أبدا؟ ليه ما يقطعهمش أبدا؟ مش كده، هو المنافق دوت شخص يظهر الإسلام، يعني هو من المفترض أنه هو مسلم، فإحنا بنعامله حسب ادعائه. هو بيقول أنا مسلم، فقال أيوة أنت مسلم. شفت واحد بيقول على نفسه مسلم بيستهزأ بالدين، فانا يجب ان اقول له ايه؟ لا يا ما تستهزئش بالدين، ده انت مسلم، ما يصحش تعمل كده، وما اقعدش معاه. ثم بعد ذلك هعامله على انه مسلم اذا عاد عن الاستهزاء بالدين. مفهومه دي؟ فانا بعامله وحسب ايه؟ ادعائه هو، على حسب الظاهر منه هو، حتى وان كان يخفي الكفر. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني إن رضيتم بالاستهزاء وجلستم معهم، إن الراضي عن الإثم آثم، الراضي عن الكفر كافر، الراضي عن الاستهزاء مستهزئ. يبقى إذن إنكم إذن إيه؟ مثلهم، يعني في الإثم. إنكم إذن مثلهم في الإيه؟ في الإثم. إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. يعني دول في الآخرة وإن في الدنيا وإن كانوا معكم يعيشون مع المؤمنين يظهرون المؤمنين، لأن الدنيا دار ظاهر، الآخرة دار ظهور ما في الباطن. فهم إذا كانوا في الدنيا مع المؤمنين فحقيقتهم أنهم في الآخرة مع الكافرين. يبقى إذن إيه؟ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يبقى إذن ذكرت الآيات صفتين الآن. الصفة الأولى ولاية الكافرين أو موالاة الكافرين، الصفة الثانية الاستهزاء بالدين. الآيات أرشدت المؤمنين ماذا يفعل المؤمنون إذا وجدوا المنافقين يستهزئون؟ فلا تقعدوا معهم. موالاة الكافرين ماذا قالت الآيات المؤمنين إذا تجاه هذه الصفة من صفات المنافقين؟
هتيجي بعد كده، هتيجي بعد كده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب الصفة الثالثة يقول الذين يتربصون بكم، الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح، يعني هم قاعدين كده إيه منتظرين، إن كان لكم فتح يعني إن كتب الله عز وجل لكم النصر، قالوا ألم نكن معكم، نحن مسلمين زيكم، إذن فنحن نستحق من الغنائم مثل ما تستحقون، ونأخذ من الأموال مثل ما تأخذون، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وإذا حصل العكس وهو إن الكافرين هم اللي انتصروا، يروحوا لهم برضو يدوروا على مصلحتهم برضو ويقولهم إيه، مش إحنا كنا معاكم نديكم أسرارهم وبنساعدكم إذا أردتم ويعني قلوبنا معاكم وكده. قالوا ألم نكن معكم، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم للمؤمنين، ونمنعكم من المؤمنين. ألم نستحوذ عليكم يعني نواليكم، نواليكم موالاة شديدة، مش احنا حبايبكم، ونمنعكم من المؤمنين بدليل ان احنا كنا بنثبط المؤمنين عن القتال. فاذا قالوا يلا نحارب وندافع عن انفسنا يا جماعة ده احنا غلابة، احنا معناش عدة وعتاد زيهم وكذا، يبقى ايه تثبيط. يبقى اذا الصفة الثالثة هنا هي ايه، هي انهم دايما يبحثون عن المصلحة. المسلمين انتصروا احنا معاكم، الكفار انهزموا احنا معاكم، يبقى دي ايه الصفة رقم ثلاثة، انهم يبحثون عن مصالحهم وانهم يحرصون على الدنيا. الصفة الرابعة التثبيط، تثبيط المؤمنين، تثبيط المؤمنين. طيب يبقى اذا الايات اللي معانا الان بدأت بماذا؟ قلنا جزاء المنافقين اجمالا، ثم تحدثت عن بعض صفات منافقين اللي منها موالاة الكافرين، اللي منها الاستهزاء، اللي منها الحرص على الدنيا، اللي منها تثبيط المؤمنين. طيب ولسه بنكمل في صفاته. يقول الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة. يعني كأنه هذه الآيات بتصبر المؤمنين، لأن المؤمن عايش مع المنافقين، وصفاتهم التي ذكرت في سورة النساء وفي سورة المنافقون وفي سورة التوبة وفي سور كثيرة جدا في القرآن بين العيان، يعني كل الناس شايفينهم ما عدا هم مش شايفين نفسهم. فهذا المؤمن الذي يجدهم يستهزئون أحيانا يقال له لا تقعد معهم، بس ما قعدش معهم بس. هذا المؤمن الذي يراهم يفرحون إذا انهزموا، هذا المؤمن الذي يراهم حركتهم لهم حركات مريبة، كأن الله عز وجل يصبره ويقول له الجزاء ليس هنا، الجزاء في الآخرة، الجزاء في الآخرة ليس في الدنيا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عوتب من بعض أصحابه لماذا لا تقتل المنافقين، يعني يا رسول الله خلصنا منهم أسررنا معاهم وكمان يعني بيفتوا في عضدنا وفي ناس كتير مش عارفين ان هم منافقين فبتأثروا بيهم مشاكل كبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم حتى لا يقال ان محمدا يقتل أصحابه، دول قدام كل الدنيا ايه مسلمين، فهيتقال محمد يقتل أصحابه، فهتكون دعاية مضادة للدين، فانت اوعى تسلم، احسن اذا بس عصيت امره في اي هفوة إذا شك فيك
ايه قتلك؟ فاذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد الايه، بعيد النظر. فربنا هنا بيصبر مين؟ المؤمنين اللي عارفينهم وقارينهم وارشين ملحتهم كويس، ان الجزاء ليس في الدنيا وانما اصبروا الجزاء الحقيقي في الاخره. فالله يحكم بينكم يوم القيامه واطمئنوا، اطمئنوا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني الحركات اللي بيعملها المنافقين دولت لن تؤثر بحيث تصل لدرجة ان الكافرين يكونوا اعلى من المسلمين او يهزموا المسلمين. فالله عز وجل يطمئن انه هذه المؤامرات التي يحيكها المنافقون خائبة لن يكون لها تأثير. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله، الخطاب لمين؟ للمؤمنين برضو، والخطاب للمنافق الذي ربما يسمع، لكن الأساس هو مين؟ المؤمن. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. خد بالك معي، يخادعون خادعهم، يستهزئون يستهزئ بهم، ويمكرون ويمكر الله. كل ده في البلاغة اسمه مشاكلة. اسمه ايه؟ مشاكلة. يعني ايه مشاكلة؟ يعني استخدام نفس اللفظ وان كنت تريد معنى مختلفا. استخدام ايه؟ اللفظ نفسه مع إرادة معنى مختلف. فمكر المنافقين، استهزاء المنافقين، كل ما يقومون به إذا وصف الله سبحانه وتعالى به فلا ينبغي أن نفهم منه ما يقوم به البشر من صفات أو ما يتصف به البشر من صفات، وإنما ننسب لله سبحانه وتعالى ما يليق به. فإذا قلنا هنا الله يخادعهم، معناها إيه؟ الله عز وجل يملي لهم ويمهلهم ليجازيهم. طب هم بيخادعوا الله إزاي؟ بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، ويظنون أنهم طالما خدعوا الرسول، أو يظنون أنهم طالما صدقهم الرسول في الظاهر فهم كده إيه، خدعوا الله تعالى. والحقيقة أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم، لأن الله يعلم ظواهرهم وباطنهم. فأنت هتلف الدور على مين؟ وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى الصفة اللي بعد كده الخامسة هي الإيه؟ الكسل عن الصلاة. الصفة اللي بعد كده الرياء. ما هو أصل الخداع ده؟ ليه ما قلناش الخداع؟ ليه ما قلناش الخداع؟ لأنه الخداع ده ماشي في كل الحاجات اللي معانا دي. يعني هو الخداع ده جزء من صفات المنافقين الأساسية. يعني هو منافق إذن هو مخادع. هو النفاق إيه غير خداع؟ فهو إيه؟ إحنا هنا الصفات الإيه اللي هي بتظهر على جوارحهم، والتي منها الإيه؟ تثبيط المؤمنين، حرص على الدنيا، استهزاء، موالاة الكافرين، كل دي حاجات في الجوارح. الكسل عن الصلاة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. الرياء يعني يعاملون الناس، يعني يهتمون بنظر الناس إليهم، ده شغلهم الشاغل. طيب هل معنى ذلك إن إذا لقيت واحد ابني بيكسل عن الصلاة أو أنا بكسل عن الصلاة يبقى أنا كده بالضرورة منافق وفي الدرك الأسفل من النار؟ فرقنا قبل ذلك بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. يعني الكسل عن الصلاة ده صفة أساسية في المنافق. ليه؟ لأنه غير مؤمن بالصلاة أصلا. حضرتك إذا كنت مؤمن بالصلاة ومسلم لكنك كسلت عن الصلاة أو تركت بعض الصلوات، أنت ما زلت مسلما لكنك ارتكبت ذنبا. ففي فرق بين الاثنين. هو الكسل عن الصلاة ده عنده هو نتيجة، نتيجة لإيه؟ نتيجة الاعتقاد الفاسد. انت بالنسبة لك الكسل عن الصلاة هو بالنسبة لك الايه، ربما يكون حالة كسل عارضة،
من غير ما تكون يعني أنت غير مؤمن بالصلاة أو بوجوب الصلاة أو غير مؤمن بالله أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فما فيش إيه تلازم بالنسبة للمسلم. الكسل عن الصلاة، الرياء قلنا هو إيه؟ معاملة الخلق، النظر إلى أو الاهتمام بنظر الناس إلي. المسلم قد يقع في الرياء، والرياء محبط للعمل ومبطل العمل بالنسبة للمسلم، بمعنى أن المسلم ينبغي أن هو يحرص على أن أعماله كلها تكون لله خالصة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هو بالنسبة له برضو الرياء نتيجة للنفاق. أنت بالنسبة لك الرياء قد يكون إيه؟ أمر عارض ويزول إذا تذكرت أنك مسلم، وينبغي أنك لا تعامل الناس ولا تهتم لنظر الناس، وينبغي أن أعمل عمل الله وهكذا. ثم من الحاجات المهمة جدا أنك تردد دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ده دعاء بيعلمه لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقي أنفسنا من الرياء. طيب، يبقى إذن إيه؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا، دي أيضا من صفات المنافقين، لا يذكرون الله. نفس الكلام، هل نقول على من لا يذكر الله إلا قليلا إنه منافق؟ لا، هو لا يذكر الله إلا قليلا لأنه كافر بالله، فهو ده نتيجة طبيعية. أنت بالنسبة لك كمسلم قد تكون غفلة، قد تكون دنيا، قد يكون هوى نفس، لكن الأساس موجود عندك، لكنك إذا فعلت ذلك أشبهت المنافقين، فتبقى منافق نفاق عملي. إذا فعلت ذلك أشبهت المنافقين، إذا فعلت ذلك أشبهت المنافقين، وهكذا. يبقى إيه؟ يبقى النفاق العملي هذا قد يتصف به المسلم، فبيبقى بيعمل حاجة شبه المنافقين، وليس بالضرورة أو لا يشترط أنه يكون إيه؟ منافق. طيب، يبقى إيه؟ رقم ثلاثة، الحرص على الدنيا. يبقى إيه؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هم متناقضون، متناقضون، يعني ما في داخله ليس هو ما في ظاهره، ثم هو أحيانا مع الكافرين بداخله ثم أو ظاهره كما، وأحيانا مع المؤمنين بظاهره ويظهر لهم إن هو يحبهم ويحرص عليهم وكذا، فهو مشتت شوية مع دول وشوية مع دول، ومنتظر مين اللي هيكسب عشان أبقى معاه. فهو إنسان مذبذب، مشتت، مضطرب، حيران، دي صفات المنافقين. يبقى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا إلى هؤلاء خالصا، يعني هو الواحد عشان يبقى معاك، يبقى معاك بجسد وقلب كده، هو اسمه معاك، لكن هو معاك بجسده وليس بقلبه، أو بقلبه وليس بجسده، يبقى هو مسموش معاك، معايا كده. فهم لا إلى هؤلاء تماما ولا إلى هؤلاء تماما، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. دي مهمة جدا، علشان المنافق الذي يسمع هذه الآيات والمؤمن أيضا الذي يسمع هذه الآيات يعلم إنه ما يفعلونه هذا غير خارج عن تقدير الله تعالى. يعني أنت كمؤمن لما تشوف اللي المنافق بيعمله دوت، تعرف إنه هذا بفعل الله فيه، فتحمد ربنا إنك مش مكانه، إنك ممكن أنت ربنا يفعل فيك ما فعله فيه، فتحمد ربنا إنك لست في مكانه. ثم الآية دي نفسها بتعلم المنافق إنه بنفاقه هذا لا يغيظ الله مثلا ويرحمكم الله، ولا يفعل فعلا، ولا يفعل أي فعل هو خارج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كأن الآية بتقول له إيه؟ أنت إياك أن تظن في نفسك أنك أنت الذي اخترت ما تفعل، ولكن الله هو الذي طردك من رحمته، وهو الذي لم يردك فضللت هذا الضلال المبين. فالآيات كأنها تقول أيضا إن الله غني عنكم، ومن يضلل الله فلن تجد له إيه؟ فلن تجد له سبيلا. ثم تتوجه الآيات تحذر المؤمنين من موالاة الكافرين. يبقى إيه؟ الآيات اللي معانا اختارت هذه الصفة واختارت هذه الصفة. إيش معنى الصفتين دول؟ الصفتين دول يا إخوانا، الاثنين دول
موالاة الكافرين هذه والاستهزاء بالدين هذا من الكبائر التي قد تؤدي بالشخص إلى الحكم بالردة عليه. يعني موالاة الكافرين دي كبيرة من كبائر الذنوب، قد يحكم بالشخص لو ودينا كده المحكمة شرعية وثبت عليه ان هو بيوالي الكافرين، قد يحكم عليه قد انه مرتد. الاستهزاء بالدين نفس الكلام، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. يبقى اذن الاستهزاء بالدين ايضا ايه؟ مخرج من الملة. فهو الايات حذرت المسلمين من هذين الصفتين، من هاتين الصفتين لخطورتهما. بقية الآيات إذا وقع فيها مؤمن يعني ذنوب، وورد التحذير منها في آيات أخرى كثيرة. فالحرص على الدنيا ورد التحذير منه، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره، زين للناس حب الشهوات إلى آخره، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلى آخره، وهكذا. فآيات كثيرة جدا تحذر من هذا. تثبيت المؤمنين، ليس من صفات المؤمن اصلا ان يعني ايه المؤمن يبقى مثبت، لكن هو ممكن يبقى بيثبط نفسه، ممكن يبقى جبان. يعني المؤمن نفسه ممكن يبقى جبان، فضرره يكون قاصرا عليه. الكسل عن الصلاه وارد ان الواحد يغفل، الرياء وارد ان الواحد يرائي في بعض الاحيان كمسلم، ووارد ايضا انه يغفل فلا يذكر الله الا قليلا. لكن في الاخر كل دي حاجات لا تخرجه من الملة. كل دي ذنوب، نعم ذنوب، يعني احنا ما بنهونش من شأن الكسل عن الصلاة، ما بنهونش من الرياء، ولكن بنقول ان دي كلها حاجات قد تقع من المسلم ثم يتوب بعد ذلك. لكن موالاة الكافرين والاستهزاء بالدين لا تتصور المسلم، لانها ضد معنى تدينك اصلا. يعني انت لا يتصور منك انك تقول انا مؤمن وبعدين تروح حضرتك عايز تخلي الكفار ينتصروا على المسلمين، يعني مش راكبة مع بعضها، ضد مفهومك مفهوم الإيمان أصلا. الاستهزاء بالدين نفس الكلام، لا يقبل تناقض إنك تقول أنا مؤمن ثم تستهزئ بما تؤمن أنت به، برضو تناقض شديد. لذلك الصفتين دول بالذات ورد التحذير منهم أو يعني التعليق عليهم في الآيات. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني إن فعلتم ذلك عذبكم الله عذابا أليما، وسيكون لله عز وجل عليكم الحجة إذا عذبكم. لماذا؟ لأنكم اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فكأنه الآية عايزة تقول لا تجعلوا لله حجة ليعذبكم، فابعدوا عن هذا الفعل. ابعدوا عن هذا الفعل. يبقى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. سلطان مبينا حجة قاهرة لتعذيبكم، وسلطانا مبينا برضو يعني حجة واضحة جدا للعذاب، لأن موالاة الكافرين ليس أمرا هينا. ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن بيان الجزاء. يبقى هنا إيه؟ جزاء إجمالا، جزاء هنا إجمالا، ثم تحدثت هنا عن ماذا؟ عن بيان الجزاء تفصيلا. تفصيل الجزاء الموعود، فقالت إن المنافقين في الدرك الأسفل. الدرك الأسفل احنا حضراتكم اكيد عارفين كويس انه الايه النار دركات، فهم في الدرك الاسفل، والاسفل افعل تفضيل تدل على ان امرين اشتركا في شيء وزاد احدهما على الاخر. فلما بقول فلان اجمل، يعني الاثنين جمال وبعدين واحد زاد شويه في الجمال. فلما اقول في الدرك الاسفل فهم في النار، لان النار دركات، وهم في الأسوأ منزلة. فكل الناس في النار وهم زادوا عليهم في السوء وفي الدركات وفي العذاب، فهم في الإيه؟ في المنزلة الإيه؟ الأسوأ.
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يعني إذا كان هذا المنافق يظن أن له من الكافرين من ينصره أو من إخوانه وعشيرته من ينصره في الدنيا، من إخوانه من المنافقين زيه في الدنيا، ففي الآخرة الوضع مختلف، فهو هيكون في الدرك الأسفل من النار ولن ينصره أحد من دون الله تعالى. إلا الذين تابوا، الله يبين في هذه الآية أمرين مهمين جدا. الأمر الأول، الله غني عنهم، يعني لما ربنا بيتكلم عنهم في آيات كثيرة في القرآن مش معنى كده إنه إيمانهم سينفع الله أو سيعود على الله بالنفع، فالله غني عنهم. ثم لأنه غني عنهم فإن كل هذه الأفعال، كل هذه الأفعال، الكفر بالدين والاستهزاء بالدين وموالاة الكافرين ومحاربة المسلمين، كلها هينة عند الله، كلها عند الله هينة إذا تابوا. فالله غني عنهم مع 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 فتح باب التوبة. فالله عز وجل يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. يعني إزاي؟ كأنه الآية بتقول، أو كأنه في منافق سمع هذه الآية فقال كيف أنجو من هذا المصير، فالآية بتقول له أهو كيف تنجو من هذا المصير، فتقول له إلا الذين تابوا. مش عايز توصل للمرحلة دي، مرحلة العذاب الأليم حتى تكون في الدرك الأسفل من النار، توب الآن. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا، وأصلحوا واعتصموا بالله، تاب وعمل صالحا، تاب وأعلن هذه التوبة وأتبع هذه التوبة عملا صالحا، وأصلحوا واعتصموا بالله، واعتصموا بالله يعني زادت ثقتهم ويقينهم في الله. لأن النفاق إيه أصله؟ عدم الثقة في الله، عدم اليقين بالله سبحانه وتعالى. فهو في ظاهره مع المسلمين وفي باطنه يظن أنه يخادع الله، فهو لا يعرف الله، ما عندهش يقين بالله إنه مطلع عليه. الموضوع ده عنده فيه علامة استفهام، الموضوع ده عنده فيه شك. فهنا بيقول له إيه، بيعالجه هنا، بيقول له إنه توبتك تكون بماذا؟ بزيادة ثقتك ويقينك في الله تعالى. واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وتركوا ما هم فيه من الرياء، وتركوا ما هم فيه من الرياء. فالإخلاص هيكون هو سر نجاتهم، فيقبلوا إلى معاملة الله سبحانه وتعالى وحده، فأولئك مع المؤمنين. برضو خد بالك لما يقول هنا وأخلصوا دينهم لله، فيها إشارة إن هم لما بيسلموا بظاهرهم فهذا ليس لله، وإنما خوفا من الرسول، خوفا من المؤمنين، خوفا من العقاب، حرصا على الدنيا. فهنا بيقولهم لا، احنا عايزين دين مختلف، إذا نويتوا التوبة مش عايزين نفس الظاهر ده، يعني الظاهر ده غير مقبول، فاحنا عايزين ظاهر لله مش خوفا من أحد. وأخلصوا دينهم لله عندها فأولئك مع المؤمنين في الدنيا والآخرة، سيكون مع المؤمنين حقيقة في الدنيا وسيكون معهم في الجنة في الآخرة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فكأنه برضو واحد منهم سأل ماذا لي إذا كنت مع المؤمنين، تجيبه الآية فتقول وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وأنتم حينئذ إذا تتم فأنتم معهم، فإذا لكم أجر، لكم أجر عظيم. ثم يقول ما يفعل الله بعذابكم، يعني الله عندما يعدكم بالعذاب فهو لا يعذبكم لحاجة عنده سبحانه وتعالى، ولا لحاجة تعود عليه، ولا لدفع ألم أو مضرة ترجع إليه سبحانه وتعالى. الله لا يفعل بعذابنا شيئا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يعني إذا تاب الواحد فيكم الله سبحانه وتعالى لا يعذبه، إذا آمن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه، وكان الله شاكرا عليما. لاحظ هنا برضو إنه شكرتم شاكرا، الجزاء من جنس الايه؟ من العمل. فانت اذا شكرت يعني استخدمت نعم الله سبحانه وتعالى فيما اعطاك او فيما امرك، ده معنى الشكر.
ده معنى شكر النعم، ان الواحد يستخدم النعم فيما خلقت له. فانت اذا فعلت ذلك الله يشكرك. ازاي الله يشكرك؟ يعني يجازيك على هذا الفعل. ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما باحوالكم واخلاصكم وتوبتكم والله اعلم. اي سؤال؟ إن هذه الأحكام صعبة على النفوس لأنها فيها خروج عن الجبلة البشرية الطبيعية، مش قالوا أحضرت الأنفس الشح، فأنت ربنا بيطلب منك إن الواحد إيه شوية يخرج من شح نفسه ويجي على نفسه ويعامل الناس كويس ويعامل زوجته كويس وكده. فكل شوية يقول لك ولله ما في السماوات ولله ما في الأرض. ليه؟ عشانك أن الذي أمر بهذا هو بعينه الذي خلق السماوات والأرض. فأنت عندما يعني تخالف هواك، عندما تخالف رغباتك، عندما تخرج عن طبيعتك الشريرة في بعض الأحيان، فتذكر أنك تفعل ذلك لأن الخالق أمرك بذلك، مش علشان زوجتك هزمتك، مش علشان زوجي مش كلامه علي، لا، نعمل كده لله مش خضوعا لفلان ولا لعلان. تمام؟ هو حضرتك عرفت ازاي ان هم منافقين؟ لا بيبان، يعني بيقولوا مثلا حاجة، حد بيكون العيلة مثلا بيتكلم في حاجة يذكر مثلا التاني بيقول حاجة قالها ليوقع، يعني يعمل وقيعة بين حد وحد، فبيبقى معروف ان ده حد مش كويس. لا، ما احنا قلنا النفاق يا فندم نوعين. النفاق النفاق الاعتقادي اللي هو ابطان الكفر، يعني واحد من جواه يقول محمد مش رسول، القرآن كذب، من بره بيقول انا مسلم وبيصلي معانا، ده نفاق اعتقادي. في مسلمين بيعملوا بعض اعمال المنافقين، دول نعمل معاهم ايه؟ زي اي مسلم اذنب ذنب ننصحه بالحسنى، نبين له باداب نصيحه انه اللي بتعمله ده مش صح. لا، المرحله دي طيب خلاص، حضرتك ليس لك عليهم سلطان، إن عليك إلا البلاغ. حاول تصلحي إذا قدرتي طبعا، يعني نقولش عليه، يعني من عرفت إن هو حد مؤذي مثلا أو كده نسيبه كده، يعني إذا كان ضررها تعدى، يعني راح مثلا هتقدم لواحدة ومبين لهم إن هو إنسان ما شاء الله عليه الكرم الحاتمي ده وهو في الحقيقة بخيل، فحضرتك عايزة تنصحي الأخت تقولها خدي بالك هو إيه بخيل، وخاصة إذا استشرتي، يعني يجوز إنك تعملي كده للتحذير من شره، إذا كان شره هيتعدى لغيره فقط، لكن ما ناخدش الموضوع بقى سليوة، يعني إيه ما وريش غير فلان ده أذى للحد، الأذى هيتعدى لغيره، نوقف الأذى بقدر ما نستطيع. وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها. واحد حضرتك عالم وعندك علوم شرعية كثيرة وعارف إن في ناس قاعدين أو حد يعني كنت قاعد مع مجموعة وبرضه هم على علم بس بيستهزئوا بآيات الله، فحضرتك تحاول تردهم أو توضح لهم أو تشرح لهم، حضرتك هتؤجر ولا لازم تقوم تمشي عشان هو في الاول سواء كنت عالم او مش عالم اقول يا جماعه خدوا بالكم، اذا كانوا هم مسلمين ممكن يكونوا مش عارفين اللي بيعملوا ده استهزاء او ما يصحش او كده او متساهلين، يا جماعه ده اسمه استهزاء، فيا ريت نغير الموضوع او نتكلم بادب شويه في الموضوع ده. استجابوا خلاص، يبقى الحمد لله النصيحه جابت نتيجه، فما قومش اقوم ليه ترى؟ ما استجابوش وقالوا انت محبكها زياده عن اللزوم، خلاص ساعتها اقول لهم طب بعد اذنكم بقى انا ايه همشي دلوقتي. ما تحاولش حضرتك بالحجه والدليل ان تبدا تشرح لهم ان بتقول ده غلط، ما هو انت بتوضحي اهو، انت بتقولي يا جماعه ده اسمه سوء ادب مع الدين او مع الرسول، ولو سمحتوا انا لا اقبل ان ده يكون موجود، فايه هتغيروا الموضوع ولا استاذن وامشي؟ بس بكل بساطه، الا اذا حد منهم بقى حضرتك شفتي فيه ان هو طالب للحق
وعايز يعرف فعلا ده ليه استهزاء بالدين، وهو عايز فعلا يفهم، عنده رغبة في الفهم، يعني هو مش معاند، مش مثلا ايه مستنكف ان حد بينصحني. فده ساعتها ممكن تقول ده استهزاء، علشان ده فيه تقليل مثلا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ده انت تعرفش النبي ده مين، ده سيد ولد ادم، فلازم لما نتكلم عنه نتكلم بادب، ما يبقاش بالاسلوب دوت وهكذا. فاذا قبل قبل ما قبلش يبقى انت عملت اللي عليك. طب انا مش بتكلم عني، لان انا اكيد مش علمي ان انا ارد على حد. بس انا بقول لا ما يشترطش ان يكون في حجه ودليل وبرهان، لا لا ما يشترطش، لا لا ابدا. انت حضرتك فهمتي ان ده استهزاء بالدين، هتقولي اللي تعرفيه، هتقولي يا جماعه اللي انا اعرفه ان ده اسمه استهزاء بالدين، فيا ريت نغير الموضوع. لا مش استهزاء، انت تعملنا شيخه وحاجات دي، طب سلام عليكم، بس بكل بساطه. لا مفيش مسلم يقال عليه منافق الا اذا عمل حاجات تشبه المنافقين، ساتقول له انت فيك من صفات المنافقين، او انت بتعمل حاجات شبه المنافقين، يعني بيكذب. مش النبي قال آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب؟ فالمسلم اذا كان بيكذب، المسلم الاصلي في انه ما يكذبش، اذا المسلم كذب نقول له انت كده بتعمل حاجات زي المنافقين، خد بالك. والاسلام حرم التشبه بالكفار والمنافقين، فاذا المسلم عمل حاجه شبه الكفار يبقى كفر؟ لا، نقول له انت خد بالك الحاجات دي ما عملهاش مسلم، عيب. زي كده اخوك الصغير لما تقولي له احنا ما نعملش كده، يقول لك ما ابن الجيران بيعمل كده، لا بس احنا ما نعملش كده. يبقى انت ايه، هذا تحذير للمسلم حتى لا يكون كالمنافقين. ولما هنا الرسول يقول لك ايه المنافق، ولما الايات هنا تذكر بعض صفات المنافقين التي يمكن ان يقع فيها المسلم، كانها عايزه تنفر المسلم من الاتصاف بهذه الصفات. يعني اذا انا المؤمن بالله ورسوله اعمل زي المنافقين، اعوذ بالله، ده لو حتى صح مش هعملها. شوفوا المسلم يعني كانه ربنا ايه بينفر المسلم بشده من هذه الصفات، انه يكذب او انه يخلف الوعد او انه يفجر في الخصومه. ليه؟ لان دي صفات المنافقين. فالنبي كان ممكن يقول مثلا ايه يحرم على المسلم ان يكذب، او لا يحل للمسلمين ان يكذب، لكن ليه النبي حب يقول ايات المنافق ثلاثه؟ ليه؟ علشان يقول لك انت يا مسلم اياك، لا يليق بك انك تتشبه المنافقين، فكانه بيحذر مرتين مش مره واحده. لا هو مذذب بمعنى انه مش متسق، فهو ظاهره مع المؤمنين وباطله مع الكفار. لا 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 لا، المذذب ده كافر، يعني هو لو واحد مش مؤمن بالله اصلا واحيانا يقول لك ما يمكن الايمان صح، ده واحد ما لا يقرأ اصلا انه امن، انه الايمان هو الجزم. عقيدتهم ملهاش قوية بالقدر الكافي تخليهم يبقوا نفسهم مؤمنين فعلا، وفعلا يعني أمال النفاق متفشية بحاجات كتير قوي، وإن كانوا ما بيظهروش كده. طيب فإنه خلينا نتكلم عن نفسنا، مثلا الواحد جاته ساعات أفكار غريبة، أفكار كفرية ساعات تيجي في النص كده، طيب فبتروح هل الاضطراب ده هروب وعدم مراجعة النفس، إن هو ممكن لا الواحد مش راسخ قوي يواثق نفسه؟ لا، الأفكار دي هي علامة صحة الإيمان، لأنه الشيطان لا يذهب لإنسان إلا إذا كان قوي الإيمان. ما فيش واحد فينا الا وجات له هذه الافكار وعليه ان هو يدفعها، اما بالاستعاذه بالله من الشيطان اذا الحت عليه يتعلم، او يذهب للسؤال. فهو وجود هذه الافكار لا يقدح في اصل الايمان، يعني طالما عندي اصل ثابت اسمه الايمان، هذا الاصل الثابت يفضل ثابت حتى ياتي اصل اخر يساويه اسمه الكفر. طول ما الاصل ده ثابت وفي ضربات يبقى الاصل ما زال موجود، ماشي كده. فهو لو في مثلا سؤال انا مش عارف اجابته، وساوس من الشيطان، مش كل ده لا يقدح في الايمان. لو زادت بقى الشكوك والوساوس دي بحيث بقت تعطلني، او فعلا يعني خدت حيز من تفكيري، ساعتها اخد خطوه واروح اتعلم عقيده، اروح اسال، اروح افهم الموضوع كده.
بيبقى عارف انه منافق، بيبقى عارف انه منافق. ما هي الصفات ديت مش بتذكر للمنافقين، لأنهم المنافقين عارف انهم منافقين. هذه الصفات تذكر لأمرين: الأمر الأول لتحذير المسلمين من الاتصاف بهذه الصفات، الأمر الثاني للدلالة على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان المنافقين نفسهم الذين لا يؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم خذوا بالكم شوفوا أهو النبي أريكم، فدي صفاتكم أهي، أنتم بتعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، فيخرجوا من حالة النفاق إلى حالة الإيمان الحقيقي. يعني برضو الآيات فيها بعد دعوي. يعني هو واحد مؤمن بيستهزأ مثلا، رد على طول، رد على طول بشعيره مثلا، يقول لك الحاجه رد برضه. امال ايه، نقول له اسلم تاني واستحمى وادخل الدين تاني، امال ايه؟ لانه ده كده في العقائد، النفاق العقائدي. ايوه ايوه. ايه يا فندم، ده الفقهاء في الكتب بيقول لك لو استهزأ بمعلم الصبيان، معلم الصبيان اللي بيعلمهم القران، ارتد. هو ما استهزأش بالقرآن ولا بحفظ القرآن ولا بطريقة حفظ، هو بالمعلم بس اللي بيعلم القرآن، قالوا ارتد، لأنه اعتبروا انه هذا الشخص ارتبط بكتاب الله فلا ينبغي الاستهزاء به. فهو الواحد يبعد عن الاستهزاء كله. طيب ايه، خلاص الحمد لله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.